السلام عليكم، اخباركم؟ اليوم جينا لكم بفيديو جديد على قناة كرمال كاتياري المواضيع المختلفة. اليوم جينا لكم بالمدينة اسفي. اليوم جايز غادي نصور لكم البحار والاجواء اللي كاينة في مدينة اسفي، وغنصور لكم الناس والاجواء، يعني غنصور لكم شحال من حاجة. وغتابعوا قناة كرمال كاتيا. قبل ما يبدا هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا للمواضيع المختلفة، وتشاركوا وديروا بارتاجي، ونتلاقاو في الحلقة المقبلة. آية كتموت على شي حاجة سميتها التقديم، فلها ما شاءت. المهم حنا كنتواجدوا بمدينة اسفي، بالضبط في راس الدفعة، وهاد البلاصة بالضبط غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة. انا عجبني بزاف المنظر ديال الاشجار، والموقع ديال هاد الكافي عجبني بزاف، والبلاصه اللي غننزلوا منها غادي نصور لكم راس الدفعه، وكاينين الدريجات كلما هبطت معاهم كلما غادي نصور لكم. المهم ما تنساوناش كيف العاده، راكم عارفين اش خصكم ديروا. تبارك الله عليكم. نهايه الفيديو ان شاء الله. والأعراس على الرقم 0627112485. Achieve!
تسقط